في ذلك الغار الذي سمعت فيما بعد عندما اعتقل احد الرفاق، سولوهم البوليس قالوا لهم واش نتوما مجنون ما تخافوش، تاكدوا على ان البوليس ما دخلوش لهذاك الغار الا بعد اطلاق رصاصه زعما البارود باش يفوسخوه خرجوا منه مجنون. هذه شهاده حقيقيه نطق بها احد افراد البوليس. اللحظه التي لن انساها حقا هي لحظه استجماع كيفيه حمايه كل القاعده الخلفيه لافراد لم يمسهم لم تمتد يد القمع اليهم، وكنا مستنفرين كيف نحمي هؤلاء على الارض. لن انسى كذلك احتياج الغريب، واتذكر ان عبد اللطيف العبي سال على القصور قال كيفاش درتو نتوما هذا العام، قال له تلاقى مع ربما في السجن ديال العلوم، قال له هذه خصك تعاودها لي بالتفصيل وتكتبها لي بالتفصيل دقيق جدا، كيف تستطيع لوحدك ان تعيش على شاطئ البحر اللي كتبت كيفاش. لن انسى اللحظه وارجع الى هذه اللحظه الدقيقه جدا حينما كنا نحمي هؤلاء ونستحضروا كيفاش غادي نوكلوا هاد الناس، كيفاش غادي نحميوهم حتى من الزيارات ديال العائلات ديال البعض منهم اللي تشبتوا وتعرفونا كان عن الاصدقاء ديالنا والو شموا الريحه بالله كاينه شي حاجه، كيفاش الامهات ديالهم ما وصلوش ليهم. وقضيت ليلتين كيفاش غادي نعس واحد في غار وظهري الى ظهري المنتصر باش واحد يسخن الاخر. كنا انا وعلى القصور ومجمع بالقاضي اللي ما كاينش بيناتنا ربما ما عرف هل اخبر ام لا. هذه اللحظه الاولى. اللحظه الثانيه في يوليوز 1976 كان اول لقاء بعد الفتره ديال الاختفاء ديالهم في الدار البيضاء، كان واحد الموعد غريب جدا كانني سالاقي تشي غيفار ليمدني برساله استطيع بواسطتها ان اتواصل وان اتصل ب، لاننا كنا رغم ذلك لا لازم نحافظ على ميكانيزمات الخلايا لاتصل بعلال القصور لاجل التنسيق والاستمرار. هذا معنى لي في هذه اللحظه، ولكن الفاجعه ولغريب الصدف ان كنا في قرب المنزل ديال علان القصور هنا وقرأت الخبر في إحدى الجرائد، يعني كان الثقل ديالها ثقل شوية لا يتحمله الإنسان، وربما جزء من الصيرورة لازلنا نحملها إلى اليوم، ذاكرة جزء من الذاكرة وجزء من يعني علة الوجود ديالنا لحد الآن هي الذاكرة ديال المنتصر البريري. لن أحيد عن القاعدة ديال مجموعة ديال الإخوان والرفاق، فقد أسميت أول أبنائي منتصر. شكرا لكم.